بعد أن كان يعتلي صدارة الترتيب وتحديدا منذ الجولة 17 أو على الأقل عندما كان يتشاركها بنفس الرصيد النقطي مع الهلال مؤخرا، خسر الشباب موقعه وتراجع للمرتبة الثانية في سلم الترتيب مع تبقي 6 جولات على ختام الدوري. فقدان الشباب لصدارته لم يكن مفاجئا لعشاقه ومتتبعيه، خصوصا أنها جاءت بعد سلسلة من تأرجح النتائج وتفاوت المستويات في الأسابيع الأخيرة، وتحديدا بعد انتصاره العريض على النصر 4 أهداف نظيفة في الجولة 18. ظهور الليوث الباهت بدأ في الجولة 19 بعد خسارته من الفتح بعد 10 جولات لم يخرج فيها خاسرا، وكانت الثالثة على مستوى الدوري، ومسجلا في الوقت ذاته أول خسائره على ملعبه، لكن خسارة منافسيه أبقته متصدرا رغم هذا التعثر. ولكن الشبابيون لم يعلموا أن هذه الخسارة كانت بمثابة مؤشر لما هو قادم. الجولتان التاليتان استعاد الفريق شيئا من هويته ونجح في التحسن قليلا، وتمكن من الفوز على الأهلي بثلاثية أتبعه بانتصار صعب على ضمك بهدفين لهدف. صحوة الشبابيون لم تدم طويلا، وسرعان ما عادوا للتراجع مجددا ليفوتوا فرصة ذهبية في الانفراد بالصدارة بتعادل مع القادسية بهدف، ومن ثم خسارة من الاتحاد بهدفين لهدف وسط مستويات رسمت علامة استفهام لدى محبي الليوث وتساؤلات حول مكمن الخلل لمعالجته والحفاظ على البقاء أولا. لكن حدث ما كان يخشاه الجميع، الجولة 24 وفي ليلة لم يظهر فيها الشباب، التعاون يؤكد أن الليوث ليسوا بكامل عافيتهم بثلاثية موجعة تراجع معها للمرتبة الثانية، واتسع الفارق بينه وبين المتصدر ل3 نقاط. 6 جولات مضت حقق فيها الشباب 6 نقاط من أصل 18، وانتصر في مواجهتين فيما خسر في 3 وخرج متعادلا في لقاء واحد. هذه النتائج ونزيف النقاط والمستويات المتقلبة جعلت أنصار الفريق الشبابي يتساءلون بين حين وآخر، ما الذي حل بالفريق؟ هل كانت أسباب إدارية شتتت الأذهان؟ أم أمور فنية خذلت اللاعبين والجماهير؟ أم أن هنالك ملفات أخرى ساهمت في تراجع الفريق في أهم منعطفات الدوري وسط مطالبات بتدارك الأوضاع وإعادة الفريق للمسار الصحيح في آخر الخطوات أملاً في حصد لقب طال انتظاره؟